أهداف المدرسة طبعا نعلمهم عربي، يحكوا عربي، يفهموا علينا، لأنهم بروحوا على مدارس أمريكان وبيرجعوا ناسين عربي. فمنجرب إنه نخلي اللغة العربية مستمرة معهم، يقدروا يحكوا يفهموا علينا شو بنحكي. يلا وينك تقري؟ حرسة جاري علي صوتك تا بس مظبوط بابا. ايش هي يا فوفو؟ ترسة شاطرة علي صوتك داسة داسة جا دا. شاطرة شاطرة شاطر ويان. تعرف تعدهم؟ عدهم عشرة علي صوت. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. شاطر. اثنتين أختين. لك أختين وكم أخو؟ واحد. وقديش عمرك أنت؟ تعرف تعديهم هذولا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. عمرك أربع سنوات. بتعرف تغني كمان أنت بالعربي؟ بتقدر تغنينا أغنية؟ يلا هنا أنا بسمع، غنينا أغنية. سمرا يا طامر هندي مؤجب مشروب مندي، كل ما قلك سين شاي بقلك ما عندي الله مي مقتوعي أفندي. أنت ولدان فين؟ جدة. في جدة؟ وقديش صار لك هنا؟ في أمير. ثلاث سنوات. أي أحسن هون ولا في جدة؟ ومنين انتي؟ هايورد. من هايورد. والبابا والماما منين اول اشي هم؟ القدس. من القدس؟ عمرك كنتي في القدس انتي؟ لا. بتحب تروح على القدس؟ ما بعرفش. بتعرفيش؟ طبعا المدرسة لا تزال في البداية، هذه اول سنة من داوم فيها، والبرامج بالمستقبل انه يكون في موسيقى واغاني عربية، وراح نعمل جوقة للدبكة طبعا، يمكن الفرقة فرقة رقص يمكن تساهم في احتفالات للنشاطات العربية في البي ايريا. الهدف طبعا في الوقت الحاضر بنعلم اللغة العربية، لكن الهدف هو أكثر حضاري وتراثي، لأننا بنشعر ولو أننا عايشين في أمريكا الحضارة العربية إلها فضل على العالم. من حب نعلم أطفالنا أنه المساهمة العرب في الحضارة الإنسانية من ناحية علمية وطب وفن وموسيقى وأدب كان له فضل كبير، اللي هم نفسهم الأطفال ما بيعرفوا. الجهاز التلفزيون والإعلام الأمريكي بحاول يضع الإنسان العربي في وضع مشين متأخر، لكن احنا بنحاول نغير الصورة هاي، نخلي أطفالنا يعتزوا إنهم عرب بسبب مساهمتهم للحضارة الإنسانية. فلذلك راح نعلمهم موسيقى وأغاني وتراث وجغرافيا، اللي يعرفوا وين الوطن العربي ومن وين أجوا. وبالإضافة إلى مشكلة نسيان اللغة العربية لدى الأطفال العرب، فإن القادم الجديد إلى سان فرانسيسكو يعيش في صراع دائم للتوفيق بين الحفاظ على تقاليده وتراثه وبين الحياة الجديدة التي يظن العديدون أنها مفروشة بالأمان والورود. الحقيقة بالنسبة لانطباعاتي أنا شخصياً، وبعطي رأيي الشخصي طبعاً، إجمالاً العائلة العربية في سان فرانسيسكو موفقة، وكل عائلة وصلت سان فرانسيسكو في البداية بلا شك إنها واجهت بعض المشاكل، ولكنها في الوقت الحاضر موفقة والكل بيشتغل وفي تعاون بين الفرد والآخر. بالنسبة للمشاكل إشي طبيعي إنه كل واحد بنقول من بلد لبلد بواجه مشاكل، وبتهيأ للمشاكل الأولى اللي بتواجه العائلة اللغة أولاً، وثانياً اللهجة الأمريكية بنفسها يعني، وطبعا بعدها بتواجههم بعض المشاكل الاستقرار وكيف بدهم يعيشوا وشو الوسيلة اللي لازم يعيشوا عليها، لأن الوظيفة بحد ذاتها
للفرد العربي خصوصا أو أي فرد أجنبي في أمريكا مش كفاية إنها تعيل عائلة. ما هي المشاكل التي واجهت عائلتك بالذات؟ أنا شخصيا حقيقة واجهت مشاكل شوي بوجودي لوحدي في البداية، قضيت فترة بسيطة مع 4 أطفال، كان زوجي ما زال في السعودية بس بيعمل. واجهت في البداية مشاكل لغوية، الولاد تغير عليهم الوضع من السعودية لأمريكا طبعا، وتغلبنا شوي فكرنا شو بدنا نفتح وين نفتح مكتب طيران وشو العمل اللي بدنا نقوم فيه، ولكن الحمد لله وصلنا لمرحلة انه لا بأس هلأ مستقرين. إلا أن مشكلة تواجد العربي هنا تتمثل في الجو الاجتماعي الذي يعيش فيه أولاده، فهو جو مخالف تماما لتقاليدنا وأعرافنا وثقافتنا. عادات والتقاليد طبعا تختلف، بس هنا أكثر حرة، في حرية أكثر من البلاد العربية، بس منحاول نتابع عاداتنا وتقاليدنا العربية في أمريكا. لو إحنا في أمريكا بس من ضمن نتابعها ونحاول you know.